بالنسبه لي انا توقفت معناها برشا مرات بالعهدين. اول مره توقفت كان في فيبري 72 في الحركه الطلابيه، حركه فيبري 72، والحقيقه تاع عمري محسوب قريب 20 سنه. نجم ناكد لكم اللي وقت عمري ما شفت بوليس زي المدني، ما نعرفش مراه بوليس تاع سياسي، وحتى البوليس بالكسهم في باجه في قريه ولا في المجاز ما كناش نشوفوهم برشا برشا. حيث وقت وصلت للجامعه دخلت في الحركه الطلابيه، ووقتها وقع انتخابي في القسم معناها تاع العربيه كربو درا، وقتها مع سي يوسف الكربوني كممثل نقابي على قسم معناها العربيه، فهمتني؟ ودخلنا مباشره في وقتها للاعداد للمؤتمر 18. تعرفوا في المؤتمر 18 وانا ما شاركتش فيه، ولكن صارت انقلاب بالطلبه السابرة، عملوا انقلاب على المؤتمرين اللي كانوا معناها اغلبيتهم كانت اغلبيه ديمقراطيه، حتى عندي طلبه تونس الاغلبيه كانت ديمقراطيه متكونه من تيارات عده يساريه قوميه ناس مستقلين، وصار عليهم معناها انقلاب. ملي رجعت الطلبه للجامعه بدات حركه من اجل شنو؟ من اجل مؤتمر استثنائي لمواجهه الانقلاب، لكن مؤتمر استثنائي للاتحاد العام لطلبه تونس. وعنده وقتها كانت المنظمات الجماهيريه بما فيها اتحاد الشغل كانت عام 64 يحطوا لها وانها تعمل بالتعاون ولا حاجه كيما هكا مع الحزب الاشتراكي الدستوري، كانت عباره على خليه من خلايا الحزب الاشتراكي الدستوري. والاتحاد العام طلبه تونس بفضل قيادته من النساء والرجال وصلوا وقتها خاضوا اول معركه حاسمه وكبيره لنهيج الاستقلاليه تاع الاتحاد العام لطلبه تونس. في الليل تشديت في استديو في جهه نهج السودان، وانا دخلت وجماعه خلطوا وقتها اربعه من اعوان من الدوله، وفي الحقيقه لاول مره نشوف اعوان بالزي المدني. ملي ما زلنا في الكهبه سالوني قالوا لي علاش عاملين هذا الكل؟ انا بكل سذاجه قلت لهم نحبوا الديمقراطيه، قالوا لي حتى نحن نحبوا الديمقراطيه. جدت عليا ما جددتش عليا، اما قالوا يحبوا الديمقراطيه. توا وصلوني وقت الوزاره الداخليه حطوني في الطابق الثالث في بيرو، وليل كان وهم ماشيين جايين ماشيين جايين عليا. عاد من وين اللي زاد عقدني شويه الوضعيه أنا لقاو عندي بعض الورقات مكتوبة فيها التركيبة تاع كوكتيل مولوتوف، فهمتني؟ فهزوهم معاهم وما كنت تعرفوا بصورة تامة وقت لقاو قالوا هذا الجناح العسكري تحرك فيه معناها على ورقة ولا الجناح العسكري هذاك. قالوا لي الكامل دام الليل يمشي ويجيو يمشي ويجيو ما ثماش نو، واللي يدخل يقول أخي أنت هذا هو، يقولوا هذا هو بعد يمشي يعملوا ساعة ساعة ونص يرجعوا هذا هو هذا هو. المهم كي طلع النهار والليل كامل ما كنتش مباشرة جاوني اعوان هزوني بعنف كبير ياسر خنقوني وهبطوني، وانا ما زلت هابط في الدروش. ثم واحد وحش من الوحوش اللي كان موجود وقتها قالوا لي خدم حتى مع فرنسا اسمه فرنسا سوما، هما خانقين وهابطيني في الدروش، وهو قال لهم هذا سيد كذا، قالوا له هذا هو، هبطت عليا بسحاب على راسي مباشرة لكلام الاسلام. هذيك اول معناها المحبة نتاع الديمقراطية اللي عبروا لي عليها. كانوا بعد هزوني لبيت العمليات هذيا، شكون كان وقتها يشرف على الزنطاق؟ واحد اسمه محسن البيلة بن بيلة اللي بعد مش يشد في عام 88 89 مش هو المسؤول الاول على الدولة، واللي كان وقتها لاهي يتبع في الزنطاق كاتب شرطة اسمه محسن عبسلات، جماعة الجم اللي ما يعرفوها. كان جماعة مجلات اسمه محمد رزقي توفى توا، ووجوه أخرى ما نعرفهاش. فحطوني في وسطهم وقتها سألوني قالوا لي مالا البارح قلت لنا اللي أنتم عملت وضعية على الديمقراطية، قلت على الديمقراطية كوا. فبس واحد منهم قال لهم شي مشى ورجع على التلفيتة جايب شكارة، والشكارة هذيك فرغها فوق طاولة الكرباشات وعصي حسينه خليط لا اراك الله مكروها. وقالوا لي توا مش تختار كل ديمقراطيه
هذا عصار مش نحول كبير هكذا وكذا. فهمتني؟ فما نخبيش عليك ما نفك اللحظة هذيك الواحد مش يبكي مش يضحك. كم وبدأت العملية حصلوا أبدأ وقتها معنا التعذيب التعذيب أنه نزعوا يدبشي نحاول يدبشي هم اللي حاول بقوة. كانت العملية الأولى اللي هي هذه الدرجيحة واللي سموها البوليروتي واللي سموها الهليكوبتر. علما وأن هذه راهو حسب ما قريت في كتاب وقتها نتاع جيبر نقاش كريستال يقول أن استعملوها النازيين بكثافة وقت يحتلوا فرنسا. هذه هي على واحد اللي معناها يكتفوا له يديه ويحطوا له الكيبو ما بين يديه هو زلط ويعدوا عصا تحت الركبه وفوق معناها اليدين وبشكل الرجلين تكون مقابله الجلاد واكل الخيط الفديد هذاك يمشوا به ويجيبوا باش واحد يدوخوه شويه وخاصه باش يضيعوا له شويه معناها التركيز ويبدا الضرب. الضرب بطبيعه الحال على البدن الكل ولكن خاصه على الساقين. وقت اللي الساقين مولوطه يتعبوا برشا يهبطوني ولا معناها وقت يقول يهبطوني هو يهبطونا لان الجماعه كل تو سبحان صالح وصالح يتعداوا عليه ويجروني بالعصا ويصبوا الماء يجروني ويصبوا الماء باش الدم يعاود معناها يتحرك ويعاود نفس الوضعيه هذيك. والعمليه هذيك كانت تدوم معناها ساعات وساعات. والمشكله شنو السؤالات شنو بطبيعه الحال وقتها ثم مؤامره كبيره صارت جبت على المؤامرات وقت الهادي وين اختفى في المنزل نهار 9 نهار كان جديد نعرفها وبحذاها المرحوم سي حبيب عاشور كان تذكره وقال راي ثم مؤامره شيوعيه بعث هي صهيوني ثلاثه مع بعضها ضرب ضرب ويلزم هما يظهروا للمؤامره هذه موجوده ويلزم يظهروا فيها ايادي خارجيه حيث وقتها انا لا نعرف لا حزام لا حتى شيء معناها الواحد ياكل في الاعصاب ومش عارف حتى علاش معناها ياكلها. كو معناها بطبيعه الحال في النهار الرابع والخامس وقتها الوزير هو سيدي هادي فرشه والمسؤول على امن الدوله وقتها واحد اسمه يوسف علوش من باشا هذا يخدم مع فرنسا زاد ومن الوحوش الادميه اللي كانت وقتها موجوده واحد اسمه حسن عبيد مازال تو حي يدور هذا يخدم مع الناس كل هذا محمد صالح بدا في وزاره عام 66 هكاك 50 66 فالتعذيب التعذيب وكانوا يحبوا يفرضوا وقت التهم هذيك. والحاجه الثانيه علاقه بالتلامذه وانا وقتها كنت على صله بنور الدين محفوظ الحاجي كنا نحن في علاقه بالتلامذه وانا قلت هو صاحبي مش نسميه مش يجيك العصا اي قلت نموتش هالفلسطيني تو كبير في الاردن هذا ما نسميش ونور الدين الحاجي هذا ما نسميش نور الدين محفوظ ما نسميش فشديت صحيح بذلك ولو هزوني فيرما في نعسان هذا خطر هذيك تم زوز فيرمات وسيد طاهر وخوجه الهاني ربي عمرو بن الله يعني مش يتواصلوا في عقد هو مبروك واحد ومبروك اثنين فوقت هزوني هذه النعسان هذا مزوز فيرمات كانوا يعاقبوا فيها انا وقت هزوني غادي الحقيقه انا شبالي مش يعاقبوني علاش على خاطر حكوا لي شكاره كحله وواحد في رشيد ياسر باع مش نعرف اسمه الهادي قاسم جاو كانت هنا وقت وصلوني الى الفيرما هذيا هبطوني في دروج وقت نحاول هذيك نلقوا قدامي حوالي 20 او 25 ما بين مسؤولين من الامن ومعنا عوان عاديين بعض الاسامي اللي ذكرها توا كان ذكرها المقراني هذا اللي كان هو المسؤول نتاع كوميسار سنترال نتاع تونس واشكال من وعفر وفرج بسومه هذا وحسن عبيد وثم واحد زاد هذاك عمل فيا زاد اسمه حسن السعيدان من بعد بني ديما انا مغروم بالرياضه ديما نلقاه حكم في الكوره زاد في بعد النهارات ولاو قالوا لي جاو قالوا لي راه توا الغال توا اليوم مش نطلوك وجاو هزوني هزوني كاين بطحه حافرين فيها كل بر جاني الهادي قاسم بن قوسين هو راه ديما كان يحكي على الحزب وتاريخ الحزب وفرنسا وقال لي شد وقتها شد وانا في الاخر بقول لك المولوتوف اللي جبتها كتاب النصوص العسكريه نتاع شي جيفارا شديت شي جيفارا ما قراوش هما فشد كتاب مقلوب وقال لي الشوي مات برضه راه مات في الجبل قال لي هيك في الجبل وها مش نعمل كنا نقول لك هكا وطلب مني باش نشاهد بعد شد الفرد وحطوني لهنا وبعد دزوني على وجهي في الغديكه وقال لي مرايا حتى كرتوشه ما يستاهلهاش وبدا يهبطوا عليا في التراب
بعد التعليم هذاك هزوني للحبس الجديد في كلمتين بس الحبس الجديد انا ما نعرفوش اللي هو حبس ما عندي حد شيء هزوني بشكاره بعدين كرموني غادي لا عائله لا محامي لا حد شيء نسمع كان كلمات في الدين بشوي بشوي فهمت اللي ثم ناس غاديك على مساجين غادي معايا بعد سمعت اللي مرشاوي وصيف الله باب وظهر حبيب الراديو وقع حبيب مرسيط وبرش جماعه لا فرق على هوية لحد شيء مشيت حتى بالبدار والشعر بروحي والدموع تجري تجري الدموع تجري كيك على بعض وعلى بعض وعلى بعض وعلى بعض ومانيش عارف حتى علاش دول لكن الحاجة الوحيدة وقت قلت أخي الواحد عايش في بيت كلمة هكذا هي تونس معناها الواحد على استقلالية تاع منظمة غير في قدون فبارك الحكاية كانت هذيك مرحلة مش بعد مشيت دخلت العام الفلسطيني هذه مش واحد يبقى واحد وحكايه فارغه ويلزم النظام السياسي ودخلت العام التونسي. مع الدخل نتاع العام التونسي كون بدات دخلت السريه. وشديت وانا في السريه في 74 شكون شدني؟ شدني سي حسن العميد. في جهه بارلو. شديت في 28 سبتمبر وقت اصدار الخروج من وزير الداخليه. شديت في 28 سبتمبر 74 مباشره وفي رمضان. ويليد ما تشديت في رمضان طبعا حكيت لهم عليش وصلوني غادي الداخلية بطبيعة الحال مباشرة وين كنت وين كذا ونسركيت جملة وقتها أنا كنت في السرية مع صدر بن هند ومع محمد كيلاني ومحمد صالح فليس وحميد بن عادل مجموعة الحصيلة ولكن وقتها أنا ما زلت دخلت العام التونسي أنا والسالي وصارت تضربة هذيك تاع الإتفاد أحمد بن عبد الرداوي عيد لي وصل هل القيادة تاع العام التونسي قلنا روحنا في القيادة واحد معناها تجربة كبيرة وقتها خلط علينا محمد صالح فليس والكيلاني ولينا مجموعة نذكر حكيت أنا والصادق قلت له يا نحكوا وأحمد بن عثمان كان يحيي فينا مواجهة البوليس قال راكم تو في القيادة وردوا بالكم وكان عندنا نص نحن الكريدون تاعنا نص كان اسمه من تكلم خان فأنا ذكر مع الصادق ذكروا لا نحكي انا وياه قلت له يا صادق شنو هي المسؤوليه هذه يا صادق؟ ولينا نحكي تعرف الاخر الكل تفهمنا على حاجه قلنا عندنا حاجه جديده هي تموت ويا جد صحيح ما ثم حتى حل اخر لكن جات فيها انا الاول فتشدد انا اول واحد وقتها تشديد ووقتها من الدوله يعرفوا اللي انا اللي انا في القياده خاطر تشدوا جماعه قبل فقالوا روح بن عثمان عين الصادق بن مهدي وحمل همامي في القياده فشكون وقتها جاتها من الدوله؟ وقتها شادها سيناد الفاسي ستار من خوجة وقتها هو وزير الداخلية وملك وقت حسن عبيد وبرشا حسين وبرشا برشا هذايا وفرج هذايا واحد اسمه الاخر هذايا نسموه نحن رمضان كابوس وقتها البدايات نتاع محمد الناصر مش يولي معناها وجه رهيب من الاوجه نتاع التعريض علاش قلت لك بلادي ما تشدد في رمضان لان الجماعه مشاو حاربوا شكل الفتر وجاوني وانا اكدت انه كنا سبعه سبعه ونص حتى للسحور وانا معلم. اللي عذبني اسمه اسمه عمار موجي عمار هذا شنو ولا اضرب على الدنيا الكل اضرب 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 وانا الحقيقه وقتها كنت ماخذ قرار انه يضرب ما نبكيش ما نعيطش ما نعمل حتى شيء. لاني وقتها قيدت التجربه بتاعي السابقه لانه كي جديت 72 نحاول حد يبكي يقول سخن فهم زيد بلدك ويزيدون فوقتها تبرضت وقال وانا وقت وقفوني بطبيعة الحال وين تصل وين في السرية وين فاحكي لكم حكايات اللي كان فيها برشا استفزاز وكان وقتها الحقيقة حسن عبيد يتكلم وانا وليت نستفز فيها من حمل يتعدوا طول لكن مش يضرب مش يضرب وعلاش تم حساب بيني وبين نفسي بحمل صفين على كان كان بتاع 72 وكان واحد وتم حسبه بيني وبين حمل صفيها خلي خاطر حسن عفيف قال لي لما راك انت تتكلم واحد نقول له كزي وتقول عندي ما نزيد فكنت نستعجل واحد داوي فما خبيش عليك وقتها تشديت نهار السبت من نهار السبت لنهار الخميس وانا يوميا تعذيب وفي الليل ايش يعملوا لي؟ يجوا يسلسلوني من يديا ويربوني في الشباك باش ما نردش ولا ماكله حتى شيء عاد نذكر انا في النهار الثالث والرابع قلت له راه ضربوا كابوس قلت له انا عامل راب جوع قال لي احنا ماناش عارفين في الماكله مش انت بتعمل راب جوع قال لي احنا ماناش عارفين
واتواصل معناها العملية يوميا تعليم ويوم نفس الأسد. الأشكال الوحشية الأكثر وحشية هي في الضرب على البدن، على الأعضاء التناسلية، ما نحكي لكمش على الاستفزازات الجنسية، تلقاني المعلق وشبه دايخ وهما يحكوا على المؤخرة، زعم هذايا مواد بالليوات، زعم مش مالف، ومرات يقول وين المؤخرة تاعو، كان نعمل لهم منفذة للسواقة، يعمل لهم منفذة للسواقة. وأنا حكيتها وقتها ما بتكلمش بالكل، حتى نهار 11 أكتوبر فاقوا على طريق جماعة بوكشو في الجنوب، فاقوا بالدار اللي كنا احنا متخبين فيها، لأن واحد من الوقفوه اللي بطارية باسم السعود الحميدي، بطارية باسم الدار، شدوا عنده التوصيل. ملي كانوا مش يهزوني للحبس الجديد هبطوني وجابوا المرأة نصف الغالي أشهر وهذا كتن وراي الحبيب اللي كان في ألمانيا، يعني كان اسمي حبيب السرية. عاودوني والليله هذيك معناها واحد من الناس ما كنتش حاط روحي مش ناحيه الكل في البيرو تاع المسؤول تاع الدوله، البيرو الهادي الفاسي، فركحوا فيا خاصه الضرب على راسي، يضرب 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 يضرب. ومن بعد حكى لي العون تاع البوب اللي كان يعس عليا، قال لي راهم كركروك من شعرك في الدروج حتى للبيرو كنت انا فيه، كركني في الدروج معناها حتى وراسي. في وقت من الاوقات نتذكر ديت نفيق، وقت ديت نفيق العون تاع البوب اللي هنا راهو نحب نقول لكم في اعوان الامن خاصه البوب وقتها راهم تم اعوان جيدين وبهين برشا وعاونونا ياسر، وطاهر الخوجه ما عندهمش بيهم وقتها وامن الدوله ما عندهمش، عاونوا معنا ياسر باهي بن احمد بن عثمان وقت جاو قالوا لك راهو قصرنا عليه بالنسبه لعصام عم صالح، كي جاو وقتها الموت مع احمد بن عثمان كسروا عليها 10 عصير ولا 20 عصار ولا فهمتني، فكانوا البوليس اللي كانوا في الكسوه كانوا متعاطفين معنا ضد حتى جماعه امن الدوله. ف ذاك الوقت اللي طمت انا مثل الواحد لقاه يبكي العون نتاع يبكي وشدك التسكيته ولا واحد في القاعه وقال لي نعم هو الخدمه. انا وقتها بل ما تماشي بقعه في بدني اللي ما فيهاش وجيعه، ما خليش عليكم وليت خايف من حاجه، نمشيش نولي نهدر نسميش ناس ما نتكلمش على الناس. وقت جيت باش نقوم للتواليت وليت ان لقيت روحي نمشي على 4، ما نجمش حتى باش نعرف ما نجمش نمشي على 4. اللي وصلت غادي وكي وصلت غاديك هما شنو اللي يحطوا لك الواحد يتوضح باك وحليب ما عادش تقدر تعرف صحيح وباك وحليب في الفرق نصيب هذاك يصير فيه واحد الماء يتوضا به. فخممت خممت خممت وقتها في اللحظه هذيك قلت وانا بشر مش انتحر قدام الوحوش هرب ونقول لكم بكل صراحه زاد وزيرهم اعوانهم كلهم، لان الداخليه الوقت هذاك الحاجه الوحيده اللي حسيتها قال فيها وقت ما عادش عندي دم الدوليه تمشي على 4 كيلو حيوان، حاجه واحده قال عندي وقت كرامتي، قلت كرامتي زدني صوت وتميت راجع ووصلت. وما بعد مش تواصل المأساة مرة أخرى وقت يتسد صار من هنا أنا ورغم الروضة الغربي مشدودة في بيت بالبيوت وأنا لوطا إيش أسمع وكل أمن الدولة فارغة هذيك الكارثة الأخرى معناها العوائل كلها تين كان عليه نحن فوقتها نسمع كان تك 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 يمكن ساعة ساعة ونص ما دام حتى صوت. بعد سنة روضة الغربي قالت لي مش باني واحد يصلح في حاجة وهو عفسه مسكب هذا وحش من الوحوش الاخرين قلت لها بالصادق الصادق وقت المتفقين زاد لا بكاء لا عياط الا من طق عفسه مسكب وبدا يعيط وبدا داخل بعض في الصادق ما يتكلمش. هذا وقتها اللي جا جاني حسن عبيد اول مره تبس فيه الصادق عبيد قال لي صدق من هاني شدينا ووقتها ما خبيش عليك ان انا تعذبت اكثر من الصادق. هذا الصادق كان يكتب العصا حرارتها، اما انا كنت واحد يسمع في رفيق قلت مش قاعد معناها يتعذب، ولكن مش نحكي لكم عن ديما انا نعودها، لكن جلاد هذاك هو اللي شحت في الصادق من مهني مش يبكي. اللي يقول له ابكي نهبطك. واللي شحت في الصادق من مهني يقول له قول اه يا ومنتي، ذكرها مهبط، يقول له قول اه يا ومنتي، لانه شك في روحه الجلاد هذاك. لان بالنسبه لي ما يتجلد كان في واحد في الصادق مهني لا. عارف قلت راني بقينا عندها 6 أيام وقتها أكبر تنازل عمرو الصادق وقتها هذيك قال اسمي صادق بن هاني بعثوا له وقتها واحد من جربة واحد حاسينه. المهم هذايا في أنا أمن الدولة من هذيك وأنا عرفهم دولة الجماعة اللي عرفوا الكل
ما عادش معناها وقت ما نحكيش على السجن ربما تربيت لفرص اخرى الشدات تتعوق من عليه. التشديد عدد مرات فوق من عليا باش شغلت منها ممرضه لتعرف 70 باش تقارنوا شويه. فالحقيقه نفس النظام نفس الوجوه توسط حسن عبيد وسط الجوف فيه محمد الناصر الجوف فيه نفس الجماعه وقتها عز الدين طبق عز الدين جنيه هو وقت عمل الدوله هذا في عام قدر تشديد 92 بعد في 94 وقت عز الدين جنيه. التشديد في سوسه تشديد في سوسه لابسه جوبينغ وكابوت ما نعرفش الدنيا نعم تعديت قدام دار ونرأي ديك الدار بتاع واحد جيش من الإسلاميين يعصوا عليه وانا عامل حياة وقتها نتنكر عامل حياة كاللعبة فبركوا عليا وجبدوا عليا السلاح ومش بالهم لي انا اسلامي خلت اسمعت من بعد قالوا نحن قدامة الدار بتاع العسكري كالإسلامي رأوا متعدي مغاديك بعد كي تشديت فاقوا بيا اهجا وحمل همان وانت عبرت المأساة يفشقوا فيا غاديك من سوسة من طلع سوسة على الخضرة نلقى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان معلم. وجبت وقت علي زاد سلاح أتكلم ولا تو نقطوك. والحقيقة وقتها من بعد قالوا لي راهو اللي فك عليك تعرف شكون. ثم وقت هما شدوني بالسلاح وأنا في السرية ثم مواطن تعدي لابس كبوس وكطابة هرب. قالوا لي تسميه لنا هذاك شكون هو أنا ما نعرفش خلاص. هذا التاريخ اللي تو نكشفها تو شكون شافني تشديت وقتها. عموم بالعنس. رفيقي اللي جاي من بعيد وشافني فهم بيمنوا الخبر فيسع فيسع خرج وعمهم العام فيسع وصل الراديا قال لك ابو كمبوس هذاك هو اصبر هذاك اللي وصل ولدك في العصا هذاك ابو كمبوس اللي هرب من الخوف فوقتها وبعدها هبطوني الداخليه اللي وقت عبد الله قلال هو الوزير بتاع الداخليه شكون اللي 13 واحد في الطابق الثالث تو عرفت اسمه من بعد السيد الرئيس مرديسي ما عرفتش شو يسموه هو اللي عنده كنيا ف الفارق ما بين قبل بين عهد بورقيبه والعهد تاع بن علي انه في عهد بورقيبه كانوا بين قوسين انا سمعت سي بلاو قال يحكي حبيت نقول له جماعتنا راه معلموها بالغرب نحن التعليم فاك الديمقراطيه تنتعش ما غادي يكون عندهم تعليم حتى المشكل تاع قوس رئيسها من بلجيكا من الغرب حبيت نقول زاد سي بلاو راهو اللي صار في فيتنام واللي صار في الجزائر وضري عملته الديمقراطيات واللي صار في تونسيا عملته الديمقراطيه دليل بحيث فرنسا وامريكا والمانيا ما تشوفوهمش في علاقه بشعوبهم ابدا شوفوهم في علاقه بشعوبنا نحن واش عارفين فيها فهمتني ما نقطعوش نقطه كان الاتحاد السوفيتي بركه ولا هتلر بركه ولا فهمتني انما زاد ديمقراطيه عدتك الديمقراطيه في البلدان معناها تاعها ابو غريب في العراق تجبدنا عليه اش حبيت نقول انه فوقتها الفارق شنو الفارق انها ما 13 هذا ما كان يبدو عليا معناها مسلسليني في كرسي ويفشخوا فيها الفارق انه وقت سيد طاهر بن خوجه كانوا متعلمين التعليم كانوا يعلموا بنظام يعلموا بنظام كيفاش؟ يقول لي نحن نعلموا ما نقتلوش اي يقول لي نعلموا ما نقتلوش ما بن علي ما عمل علي كانوا يعلموا وهما شاعرين بالافلات من العقاب لا بيونيتي توتال فكانوا قال وقتها بنت في المحكمه وقلت له فارق واحد ما بين قبل وتو وقت بين بورقيبه كانوا يعذبوا وتو قلت له يفشخوا فوقتها من غاديكا معناها فشخوني تفشيخ في 94 وكان مش حابوا يعرفوا كالعاده وين متخبي وانا هو جماعتي فلان نحب نحكي حكايه وقتها مش زاد نحب ناكد باش من معناش مش قضيه ضحيه ما نعتبرش روحي ضحيه ما نعتبرش صادق بنختم بها ما نعتبرش روحي ضحيه وانما رانا وفليس ومرسي الكل راه كانت مواجهات كنا نواجهوا فيها مثل اكل الوحوش هذيك الادميه راه كنا نواجهوا تذكر انا الرديسي هذا يقول لي المفتاح هذا تاع دار اخر كلمه بالفعل وقلت له هذاك المفتاح الدار اللي انا متخبي فيها وقلت له انت ولا سيادك اجوا نطقوني وقولوا لي المفتاح هذاك تاع انا دار وعلموا انه رجعوه لي ولو وحده في الطوالات تاع المحكمه معناها تاع سوسه وعملوا لف وقت القضايا الى اخره، اش حبيت نقول هنا اللي راهي ما تماشي طريقه في تونس في التعليم مش مستعمله، تقريع الظواهر، التريسيتي، نعم، الاغتصاب، التحرش الجنسي، انا وقتها في المنع علي صار معناها عرّوني وجابوا واحد يعيطوا له الكابل وعلى روحه وقال لي باش نستفعل فيه، بعد قال بربي يظهر شي مريض هذا يفك علي من وين؟ فهمني معناها بالاشكال هذيا، ولكن هاك تشوف في نهايه الامر لا 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 انا اعتقد انه الانسان راهو قادر
باش يتغلب على الجانب الوحشي في هذا السلامة. وأنا في نهاية الأمر أنا قلت بحاجة أن أدعو هؤلاء الجلادين والمسؤولين بتاعهم أنهم يعترفوا بالشعب شيء. أنا ما لي طالب حاجة، أما على الأقل نحيوا هالشيء الواحد. قال شقال موليك الشوخ بورقيبة استاذ دعم تاع جماعة فرنسا وبن علي دعم تاع جماعة بورقيبة وباش جماعة تو ما يستعملوش تاع جماعة بن علي. خلي خرجوا الشيء يعني. خلي اعترفوا. يعطيك الصحة حمص. فقط لمن لا يعلم نحب نقول انه اللي يحكي عليه توا حمص كل شنو اللي وراه؟ لو راه مؤامرات ولو راه سلاح ولو راه علاقات دوليه ولا واحد وراه اربع مناشير وصفها زي طارق الخوجر في سجن الكسرين بانها خايبه قادش بيه رونيو نتاعكم ما تطبعش مليح ما يتقراش. والرونيو هذيك هي رونيو فيتنامياني نصنعوا فيها وحدنا راهي امور واحد. وثانيا لم نفعل الا ان تمسكنا بحقنا في التعبير اللي هو حق اساسي وبحقنا في التنظم اللي هو حق اساسي من حقوق الانسان. يعني ما تصوروش انه هذو نتيجه مؤامره ولا كنا باش نهددوا النظام ولا واحد. انا واحد من الناس اعتبرت وقتاش اعتبرت اللي نحن عندنا قيمه وقت اللي شفت البوليسيه عزوا فينا بالشكل هذا. ما كنتش نتصور اللي احنا فقط نعملوا في اربع اوراقات وقاعدين في دار نجلوا في طرف شكشوكه لو بلو سي موا. اما قلنا لا مجاهد اكبر الا شعب وقلنا الخبز والحريه والكرامه الوطنيه. هذا فقط هذا علاش وفي علم وبكل تاكيد على الشيء هذا خرجوا الشيء هذايا وخلينا باش نبنيه الديمقراطيه ونبنيه الحريه على اسس سليمه. شكرا.